تعالى يا ولد. عميني اخباركو ايه؟ كله تمام؟ هلا منورين يا جماعه. قليل قليل من الناس. بص بقول لكم اللي بقى عايز المكان الاول. ايوه هلا عود. عليكم السلام ورحمه الله. هلا ام مجيد. عليكم السلام ورحمة الله. نورينا يا جماعة. حد ما قلناش اسمه؟ الناس الحلوين فين؟ الوحشين لأ. اللهم صل على النبي. الناس الحلوين فين؟ الوحشين لأ. لا نزلت كده مرة 50 طاروا من اللايف مرة واحدة. هلا هلا نورينا يا حبايبنا. أخباركم إيه؟ شكرا يا ام مجيد الله يسعدك يا ولاد. هلا والله بوليفارد ان شاء الله يعود هاجي باذن الله هاجي. اعطوني بس يومين من الزمن. يومين كليني في البوليفارد باذن الله. اما زليفي يا رجل القمر وحشتني. عادي ترى في اكونت دخل عليا على السناب قال لي انا جار القمر وبعت لي صورته. قلت له لا مش انت والله انا ما اعرفكيش. قال لي لا انا. قلت له والله مش انت ما اعرفكيش اساسا فحاسس انك مش انت. ما ردتش. هلا هلا يا عزوز حبيبي والله والله. وانت كمان اقسم بالله. لسه لابس التيشيرت ده دلوقتي اقسم بالله وانا بلبسه شامم في ريحتك اخر مره من المجلس لما غسلته وسبته هناك. ريحتك فيه والله يا ابو عزوز والله. ما ادري يا جار القمر الدرعيه فيها اثار تاريخيه. ان شاء الله الحمد لله يا ابو عزوز بخير. طعمين يا اولاد اخباركم ايه؟ رب تكونوا بخير. التليفون في كام في المية؟ حلو حبيب قلبه اقسم بالله. هلا يا ام احمد. هلا يا فاتن نور نورك. اخباركم بخير؟ انا والله راحتي موجوده في مصر يا ابو عزوز. ان شاء الله نرجع مصر وراحتي مغنى والله. اللهم امين يا ام ساجد. ان شاء الله انا بقول ارجع مصر. هلا يا رجوه. ان شاء الله يا رجوه هنجيلكوا الدمام. هلا يا مي. لا لا خليها قلوب بيضا يا مي. حلو بكلم موزة. شنو اسمه اسمك؟ اسمنا تحت الفيديو اللايف ده. دوسي سهل هتلاقي السناب موجود. اسم رضا. ارحب. هلا يا سارة. هلا هلا احمد. انا جالس اكل فول وطعمية. يا بختك ما تغزنيش والله. اطلع دلوقتي ادور على محل فول وطعمية. موزة فاتح النت. موزة بيكلمنا على طول. رضا فقط. رضا بالانجليزي وتحتيه الاسم نور الجرحي. كنت منتحل شخصيه واحد اسمه نور والجرحي ده معرفش مين. انا يا سوسو انت خطبت يا ابو احمد؟ ادعي لي ادعي لي توافق نخطبها. نسيتك جميله اليوم. لا لا ده انا صاحي كده بس بروش عليكم. أمين إيه؟ الله يسعدك يا رب. قول اظبط كده يا ولد، قول بدل مكسرك. شكرا يا أم مجيد، ربنا يسعدك. نزل لك صورتي حالا هتتأكد. أنا ما أدري بيك. اظبط يا ولد.
يا ولاد. مين اللي توافق؟ حركات في سري. الزلزال ده الكرسي وقع. معلش عاملين ايه يا جماعة؟ انا عوضتكم عن اللايف الصبح، ابو ريحة معفنة. معلش متركزوش، انزلي حاجة عشان انا معرفكيش اساسا، معرفش سنابك والله. شو انزلك حاجة؟ من وين نجيب الكلاوات دي؟ ألف مين يتمناك يا الغلا حبيبي والله. انت خطبت بمصر ويمكن انزلك بعد مين؟ عادي نبعت جواب للعزوز والاخوات ونعزمهم. وش فيك؟ نعزم الاسرة الكريمة بقى ونجيب الاخوات والاهل والاقارب، والنيتو الفرحة فرحتين. ينفع تفرح من غير اهلك وناسك حبيب قلبي؟ نيجي كلنا نبارك لك، نيجي كلنا نزف لك العروسة زفة محترمة. أهل مصر شوف بقى زفة المدينة هتبقى عاملة ازاي. وصل لك حاجة؟ ما ادري والله، ابص بعدين. الله يبارك فيك يا حنين. انت اللي بتفضحنا مش انت اللي بتقول. انا اسلمك الا الخيانة، احبش الخيانة الا. امل محمد هلا والله، الله يسعدكم. عاملين ايه؟ اخباركم؟ شوف الشعر اللي حد يوريك. خليك كده ما تفصل بقى، نرجع. شوف دلوقتي عندي شغل مش فاضي يا جار القمر. ما فريت ولا حد ماشي بره ولا ايه؟ مزه بخير يا حسن والله. لو ما حطش لايك مش مهم يا ولاد. عايز روش فريد؟ لا عادي متعود عليهم. انا الحين انا هنا في القطيف، الشعب اللطيف. المهم شوف ان شاء الله هخلص وابص عليه. انا هنا جيت الدمام ورحت عند صديقي بن سعيد ابو محمد. شكرا يا كوكو، ربنا يسعدك، متشكرين لمعلومتك. الحمد لله يا فاطمة بخير، احمد ربنا. منورين يا حبايبنا، اخباركم ايه؟ مصر عاملة ايه؟ ورجعت الشرقية والله. هلا يا سوسو، عايز ايه يا جار القمر؟ كلام عسل ومؤدب. هلا والله. والله يا مملكة تشرفنا والله، شرفها بناسها. شكرا يا آية. هلا وغلا فيك. هلا وغلا يا أمو خالد. أمو خالد هلا أمو خالد يا لبطين. أول قصيدة كفر كده حلو. قلوب قلوب ودي قلوب. أهرب من نفسي أروح على فين وعلى فين؟ هي نفسها العراقية. أجر القمر حاضر يا جار القمر بعد ما اخلص اللايف. ما تخليش نحذف السناب، لا حول ولا قوه الا بالله. ما تفتهميش انت تاريخ، خلاص ابو بص مش ضايفك اساسا. ابص عليه وايه في ايه؟ مش هطلع من اللايف عشان اروح ابص يعني. انا يا فريده شلون حبيبتي؟ انا والله من قلبك. شكرا يا حنان حنين، شكرا. الحمد لله يا فريدة. هلا والله. لا مصر وسط أهلي ونفسي وناسي. شكرا يا فاطمة. ما ضيفني مروة علي والله، بص علي والله. أنا هرد بخاطرها. اقعد انت كمان،
اقرا الكومنتات. انا يا فاطمه رديت عليك والله. نزل بالسلامه امتى؟ والله في ناس بتلعب في راسي، بس يعني حلو في كام موضوع كده. انت يا عمري حمودي يا ام خالد، خلينا في محتويات البث، خلينا في محتويات البث، لا تقولي كلام عاطفي. اروح وين؟ انا جار القمر وساره وين اروح منكم؟ ام خالد خليك في محتويات البث، انا بقول منورين وهلا وغلا، ما قلتش قول له يا قلبي ويا حبيبي ويا عمري ويا بعد كلوتي وبعد كبدتي. دخلك الجنة يا جدي، الله يسعدك يا فاطمة. نزل الشاشة من فوق وشوف السناب. ما يشوف، لازم أخش السناب. بتنحز؟ لا ما تنحز في أم خالد، خليها كده تعمل جو. رحت توبتين الدمام؟ هروح إن شاء الله يا حسن. الله يسعدك يا فاطمة والله. أنا مش عايز روشة. في ايه يا جدعان؟ قال لي يا شوشو، لا مفيش حاجة بترجع يا أمل والله. شنو محتويات البث يا غالي؟ بعرات، بعرات بدون عواطف وبدون أحاسيس ومشاعر وحب ولفلفة. الله يرضى عنك. مصلحة، لايف مصلحة. أكتب لكم وأغير عنوان وأروح أقفل وأكتب لايف المصلحة، اللي عنده حاجة يبعتها. مش فيك يا أم خالد، حيحان على نفسك قوي كده ليه؟ مش مهند اللي قاعد قدامك حتى، ده انا بشوف نفسي في المرايه بقرف. في ايه يا ام خالد؟ مش كده اخر رجال الكون انا؟ بالراحه علينا يا ست، ترى انا قلبي رهيف. سلام هلا ابو حكيم، هلا هلا وغلا، انا اسلم عليك. ازيك؟ والله كنت في بالي امبارح. الحمد لله على السلامه. رمضان كريم وعيدك مبارك. شحالك؟ الله يحييك. شلونك؟ طيب كيف الصحة؟ أشوف البارحة في الانستغرام، السناب، بشير يرسل رايح. أخبارك؟ الحمد لله في نعمة. طيب خير. الله يسلمك. الله يسعدك. هلا شوشو، الحمد لله. هلا، أيوة كده نورها، جاي بنورك كده نورها علينا. هلا والله. هلا والله. هو ضيفني يمكن ناسي. وصلت معاك قبل كده؟ ما اتوصلتش عادي، انا بيجي لي ناس كتيره بضيفهم ما اعرفهمش. اضافات سريعه ومقترحات وباسم المستخدم، ما بعمل قبول 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 بالخمسه وبالعشره، ما ادري عنهم والله. حتى في اطفال بيبعتوا لي صورهم بمزح بحذفهم. كلمة السر يا ويلو، يا ولدي بتاعت علوش. لا تحكم من خيرك. شكرا والله يا جدعان، مرحب. لا ما اتواصلت، كيف اعرفك؟ خلاص بقى والله. اتصلت النهارده بحوالي 6 ارقام على مطار الدمام، محدش رد عليا. شوف امدحني امدحني. ماشي يا فاطمة حبيبة قلبي، حلوة كده، ماشي حالك. واتصلت بمطار الدمام كتيرة وبشركة النيل، ما عرفتش اوصل كتير قوي، ما عرفتش بصراحة. قعدت حوالي نص ساعة. ادعي لي ينزل لي ايباد. ربنا ينزل لك ايباد من السماء يا رب. انت ادعي بس وانت ماسكة الوصلة عشان ينزل تشحني على طول. انت كده وانت ماسكة الوصلة. انسى الشنطة خلاص. شكرا يا ام خالد. والله ننسى الشنطة يا سارة. من طفل عمرك 7 سنين بتعرفي تكتب؟ ما شاء الله ما شاء الله. طب روحي يا ماما جيبي بونبوني ونامي عشان عندك مدرسة بكرة. الجو حلو، كان برد من شوية والله، بس طلعت المروحة شغالة طفيتها. حلو. امال فين المطنوخ؟ نايم؟ اتصل عليه ما يرد. الصبح كان نعسان. هلا اسلام سالم. هلا. انا مش راجع مصر. ترجع مصر امتى؟ ولما نرجع مصر ايه اللي رجعك مصر؟ شغلانه طين. هترجع مصر امتى؟ اول ما نرجع مصر. انت ايه اللي رجعك مصر؟
خاتم حلو ده هديه، جالي هديه من فانزاتي، وده جالي هديه من فانزاتي، ده من المدينه وده من جده. شنو تتصل يا عاشف؟ والله جميله يا وعد، تعشيت لو بعدك العشاء قدامه واتغديت وبتاع، مش هدي مطنوخ. ربنا يوفقكم جميعا يا محمد. بنزوجك هنا وتعيش خلاص، ابعتوا العروسه واحنا نتجوز. والله تيجي العروسه دلوقتي وما ارجع مصر، ابعت اجيب ابني واقعد هنا على الدغري يا اخي. زي انا مؤاخذه يا فاطمه في الكلمه، انا اعمل لك بيبي ايباد مثلا، اجيب لك منين ايباد؟ انا ايه عننا احنا لاقيين ناكل؟ قال لي حكايات منوره والله. واني ما حزمة يا عم، كل خرا ما تتجوز ولا اكلك ديزل يا ولا بعد بعيد عني. طب البعرك كلها انت كبير ودعوتك ممكن تزيد. طب انت دعي لي يطلع لي شعر، لو طلع لي شعر هيجي لك ايبان، ما طلع لي الشعر ورب الكعبه ما تشوف الوصله بتاعته. تيجي تحقق احلامك عندي، فاكراني علاء الدين؟ الله يسعدك يا حكايات والنبي. حطيت منتدى يا جماعه الحكايات في يبقوا اشتركوا عندها، اخر منتدى نازل عندي ان شاء الله يا وعد. يقول له تحلمت حلمي بيك مزين كل خرا. أحبك في الله، شكرا يا زوزة. متطلباتكم كتير، شرط تعجيزي يطلع لي شعر، يجي لك ايباد، ماشي هيطلع لي شعر والله ما هتشوف حتى العلبة بتاعته فجأة. الله يسعدك يا حكايات والله، يا رب يزيلك شعر. ما تتهيأليش، كلم يا علوش، تقول لك بالمهل عيوني شلونك، كلم. انا بحلق شعري واعطيك شعر، انا انت عشان مصلحتك، بعد كده تعيط تقول انا عايز شعر، حتى انا بحبك بالله. مش من شويه يا قلبي ويا كبدي ويا كلوتي، دلوقتي بقى حب في الله. نورينا يا جماعه والله. انت بدون شعر احلى. حلوه. جفه والله. صدقوا مهما اعمل كده او مهما خربش او مهما ادوس عليها او مهما ما بحسش بيها خالص. بصوا يعني ما فقد الاحساس في الحته دي خالص خالص، اي احساس فيها مفقود مفقود، ما بتحسش والله. بصوا كاني بخبط على، يمكن الباب يتكسر وهي لا. اجلد يا بابوز، ابا اجلد اهو. إذا أكيد في زواج كتيرة محتاجة بمصر، إذا عندك خطابة ابعتوا لي رقم الخطابة يا ولاد وأنا أتصل عليها. مش هأثر وياها. دكيت عليك سنان، دك راسك يا بعيدة، بعيدة بعيد عني. والله دي فقد الإحساس من زمان، حتى أصحابي كانوا يقولوا كده زمان، صحابي كلهم ويدوسوا لي عليها، يقول لي هادي أنت مش حاسس؟ أقول له مفيش الكلام ده. أنت مراسلة محمد على السناب. اما انا قلت له يا جار القمر ان انت راسلتني من يومين، قلت له لا مش هي، حد بيعمل فيها. خد راحتك يا ساره عشان ما تزعل يا عمري، كده مش راضي وكده مش راضي، اعمل ايه في رغبني؟ ايش فيك؟ ارد على الموت ده احسن. ايش فيك يا عاشق ترن؟ مش فاضيلك يا عم الحاج. انا ثواني عاشق صديقي، مش خير صح. احنا الكبار لازم يكون في مشاعر كده. مش عندك 7 سنين، خلي ما بحكيه بقى. ايه ام اقعد ساكن يا اخي، اجلف 100 يورو ولا 100 شيلين حتى. ياما انت عندك 7 سنين تحبني موت موت موت، ايه روح موتي بعيد عني. اللايف وقع ليه يا جدعان بقى؟ 48 خبيش يا ام احمد. انت من فين؟ انا من الهند. قول لها يا علوش وش قاعده تحكي؟ 7 سنين يا ولد. انا اسمي سيد. الارسال راح، لا الارسال رجع كده اهو.
الإرسال جه. كم عمرك؟ بدور لك. أنا عمري 62. أول واحد على الترعة يا ولاد. يا لارا احترمي نفسك. هلا يا نوف، عاملة ايه؟ ايوه من دار العجز، شوف لنا حد من التربة. الو احمد يا قلبي ابو، شكرا يا ام خالد، الله يبارك فيك يا مرمي. احكي عن ذكريات الطفولة. لا لازم مع اخواتي، لازم وسط اخواتي، عشان الطفولة بعرات على الاخر، لازم وسط اخواتي. لا ينعم عليك، انا حالي بقالي 5 ايام شايفاها دلوقتي. يا اخي علوش شو صار، خليك في حالك. لينا حاسة من أعوان الجيركل، لا كتير يا جيركل، عادي، الجيركل كتير، الله شلك محبتيني حتى، ليه بعيد عني؟ ما راح تزور جدة؟ لا والله يا فطوم، مش هقدر، لو رحت أروح الرياض بإذن الله. اطلع ياما من البيت اواخر ال30، قول يا رب. شكرا يا ام خالد. اطلعي في امان الله، في اكس فوق دوسي عليه. حلو، باب الخروج اكس فوق. ان شاء الله ما دعيت، يعني انت دعوتك اللي هتجيب السما. يقول له طب على فاطمه ما اشوفش نصر، شير لي الناحيه التانيه لان مش عارف اشوفها. السعوديه ما فيهاش غاز؟ لا فيها غاز، اهو بوتاجاز جوه بغاز، بس انا ما فتشتش. حلو انت بس يا عمري. أم خالد عندك سناب؟ يا ست اطلعي اتكل على الله بدل ما تنزلي الترعة، ما تخشيش اللايف تاني. ترى أنا متهور، ما تفرقش معايا. وين أنت؟ أنا في السعودية. عندهم غاز. صورتي بره كبيرة، بس أنا حاطط فلتر مصغرني. يا ست روحي من البس انقلعي. هلا منورين. انا صورتي الحقيقية على باب اللايف، لما انا حاطط فلتر مصغرني 20 سنة. سبحان الله العظيم، والله ما عندي اروح، ربنا يخليهولك. طب عندك ايه؟ خالد؟ ليه بتشتم؟ انا شتمتك يا هدي؟ شتمتك؟ هلا يا شوشو، اليوم اخلاقك وحشة انت، مش كده؟ ليه بتشتم؟ علوش جهز طيارتك يا حبيبي، في 2 زبونين مستعجل في اي بي.
اتنين في اي بي فيرست كلاس، تقعدهم جنب الشباك. لما ارجع مصر اشارككم. النهارده كنا هنشوي هنا وبتاع، بس جه الاكل جاهز ما شويناش والله، كنا ناويين نشوي، بس ان شاء الله هشارككم كل حاجه. بس الناس بعينها وحشه، كل ما نشارك يطلع لنا عقبه في السك. اوريك انا دلوقتي عالمك، منورين يا حبايبنا والله. الله يزيدك، شكرا يا ام خالد. والبص بيقطع بس عندي، لا النت ممكن يكون من عندنا، بس انا الصوره عندي لو النت بيقطع عندكم حتى باين عندي كويسه، الا بقى لو لف بقى عمل كده بعرف انه في حاجه. لو لف يقول له وحشتني البابجي يا ويل، اليوم نجلد بس يعلق اجواء الصحاري شويه، ان شاء الله هنعمل مدفون في الارض. كل حاجه هنا، يمكن النت عندي من سفر السعوديه خلاص كده. يا عم اذا مسافر امريكا تعمل عمرك ما تتفسحيها، السعوديه حلوه يا ايام. سفر اصبر لسه التيكت بس هتختم، لسه ما ختمتش، هي جهزت الشنط وطلعت بس لسه ما ختمتش. اسمه هو ايه؟ كف مريم ده زي اعشاب كده صغيره كده، زي شجره كده كده. في ناس بيقولوا مش فاكر والله شجره بتاعت ايه، صدفه عايزه منها اجيب لها. ارجع يا محمد خليك مع اخواتك ان شاء الله يا بطه، باذن الله ارجع له ارجع. موزة بعت لي الصبح قال لي يا بابا ارجع وحشتني يا بابا، قالك سنتين ولا هتكلم. ان شاء الله يتكلم محمد. في مرة قلت عن احمد تأخر بالنطق، تألم على كام سنة؟ 4 سنين، 3 سنين وشوية، ابتدى يخبط في الكلام. هو لغاية دلوقتي الكلام بتاعه مش مظبوط، الولاد بيتأخروا عن البنات، هو تلاقيه يا يسنن يا يمشي يا يتكلم. فهو لو ما تكلمش يبقى سنانه طلعت بيمشي، لو مشي تلاقي سنانه لسه متاخره بيتكلم. فهو عندك تسنين ومشي وكلام، فدول بيجوا على المراحل تاني في الغذاء وكده، وعلى حسب بنيته جسمه هو ضعيف كده. قاعد يقول لي ابنك عايز تخاطب ومش تخاطب، والله الواد زي الفل قشطه بقى كلامه بينقط سكر على دعوة. شكرا. صدفة تعمل في ايه؟ كم الكيلو بالريال؟ كيلو بالريال ب60 ريال، كيلو ب60 ريال من هنا. قلت لها اجيب لك كيلو، قلت لي كتير هات لي نص. انا ابني 6 سنوات، عيد ميلاده الشهر الجاي، عيد ميلاد ابني كمان، اللهم صل على النبي، عيد ميلاد ابني 2/12، عيد ميلاد ابني كمان 17 يوم، يبقى عنده 6 سنين، 5/5 يتم 6 سنين. ما تشتغل في السعودية ان شاء الله هداي راضي، ابشر. الطياره الثانيه علوش بس اصبر، ابشر. اهلا منورين يا حبايب اللي على السطح، اهلا وسهلا فيكم منورين. خليكم انتوا كده ايه معشقين في الدره مكمبرين.
رب من قلبي أروح على فين؟ لا والله مفيش كومنتات لي يا جماعة. اللايف معلق ده، كل ده عدى والله. انا شكرا يا حاج صافي، سبحان الله وبحمده. بس يا عم سبعة تبيها ابنك يا اما انا جعان، وحشتنا عشان نسال قرايب من وين انت. موزة عسل مش بترد سلامي ليه؟ اللايف معلق يا جدعان. يروح ام خالد علوش مغطى علينا، علوش انطم واسكت. لا معلق انا، كل دي كومنتات كانت فوق. وقف ما جابليش ولا كومنت. ما فهمت يا ميرفت، مغطى يعني اسكت شوية ما تعوش تحكي. يعني ما تغنيش لوحدك في اللايف. هلا والله. ايش يا ولادنا في الكومنتات يعلق والله. مفيش كومنت. ومش ظاهر لي كومنتات يا جدعان والله. وحد بيكتب. من الكومنتات يا ولاد؟ ولا حتى الكومنتات القديمة ظاهرة، الشاشة كلها صورتي بس. طيب لما يرجع بقى. حياك. قال له من العراق. بشر حاول اشتغل في السعودية. تلاتة ربنا يرضيك، ما كنت منورين الجميع. اسم اسم على فريدة. فريد الكومنتات راحت يا ولاد. يا لطيف انا بقول اقفل، مفيش كومنتات والنت شكله وحش. طب اصبروا احاول ابص من التليفون ده، اخد نت من هنا. فرصة محمد شوف شغل، انت ولايتي انا فيك. انت جاي تعرف هنا علوش ولا ايه؟ ولا تلاقيك داخل بحسابك التاني بيتهيس على نفسك بتصيط نفسي يا ولا؟ بلاش الكلاوات دي يا ولا. بره ابص من هنا. طب مش انا مش عايز يفتح النت وحش، نتك ضعيف. طب انا شكلي هقفل، نت وحش، نت مش ظابط خالص والله.
قافل يا ولاد النت وحش. مفيش كلام. مفيش رسائل جاية. ليه كده يا جدعان؟ ليه كده النت مشوش؟ حتى مش عايز يقفل. يا ولو.